عندنا مسيرة نظموها شباب التحرير. حاليا شباب التحرير هم ايد وحدة متكاتفين، ما يهمهم اي تصاريح موجودة عند الدولة. احنا عندنا مطالب، هاي المطالب لازم نرفعها. مطالب 25 هي نفسها اليوم رجعت رفعت، بس بغض النظر عن مطلب رئيس الوزراء اللي هو كان عادل عبد المهدي، واحنا قدرنا نحقق هذا المطلب هو إقالة عادل عبد المهدي. مطالبنا هي تعديل قانون الانتخابات والتصويت عليه، مفوضية الانتخابات والانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. احنا هاي المطالب ما راح نستغني عنها. شباب التحرير موجودين وصامدين لغاية هاي اللحظة منذ 9 أشهر، ما راح ننسحب لحين تحقيق المطالب. يوميا الشباب يتوافدون هنا موجودين. كل الإجراءات الاحترازية أخذت بهذا المسير. نريد نوصل للعالم من هم ثوار تشرين الحقيقيين، من هم شباب تشرين الحقيقيين. احنا اليوم شارك بهاي المسيرة الطبيب، المهندس، المحامي، الاقتصادي. احنا عندنا مطالب يجب تحقيقها. هاي المطالب ما راح ننسحب من الساحة وما راح نتخلى عن مكاننا، ودائما راح نكون بتصعيد ودائما راح نكون بمسيرات لحين تحقيق هاي المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مثل ما شاهدت يعني ساحة التحرير كان لها اليوم مسيرة جميلة جدا، مسيرة سلمية، انتصارنا بسلميتنا، تواجد اليوم الشباب اللي كانوا متأملين بعض الأحزاب السياسية وبعض الجهات كانت متأملة يكون عندنا تصعيد على مستوى يعني غير سلمي، لكن احنا اثبتنا العكس. تصعيدنا كان اليوم سلمي، كنا اليوم بتظاهرات سلمية رفعنا بها مطالب الشهداء. اولا صور الشهداء تقدمت مسيرتنا، ثانيا مطالب الشهداء وهي المعاقبة ومحاسبة قتلة المتظاهرين اللي هم الشهداء، اطلاق سراح كافة المعتقلين، اسقاط كافة التهم بحق المتظاهرين، إضافة إلى تعويض عوائل الشهداء والجرحى، وإقرار قانون الانتخابات والتسريع بعملية الانتخابات المبكرة. هذه المطالب كانت مطالب الساحة ومطالب الشهداء، وكانت مسيرتنا اليوم مسيرة سلمية وتحمل الورد والعلم العراقي فقط لا غير وصور الشهداء. عتبنا كلش كبير مع رئيس الوزراء اللي هو كان يعني بالإعلام يظهر للإعلام أنه أنا طبعاً بصراحة يعني وأنا من أمام شاشتكم أنه أصبح هو رجل الإعلام الأول. تصريحات رنانة ما استفادنا من تصريحاته وإجراءاته غير قضية واحدة وهي توبيخ الأخ عماد اللي هو شقيقه، هذا اللي شفناه واقع. أما الأمور الأخرى كانت فقط إعلام، كانت فقط إعلام. تعويض عوائل الشهداء ما شفنا تعويض ولا التقى بعوائل الشهداء غير اللي هم كانوا مقتالين أو قسم من المعارف اللي التقى بهم، مجرد مسألة إعلامية. لكن من تجي عوائل الشهداء الموجودين عندنا ما روجوا لهم معاملات. قتلة المتظاهرين اللي حد الآن ما اتهموا أي شخص بالدولة. أنا ما أعرف القناص منين يجي، يجي من جسر القمر، هم كان من أحد الأحزاب اللي قمعونا واللي قمعوا شبابنا واللي سقطوا أمامنا، واللي أنا واحد منهم 5 مرات مجروح ومكسورة رجلي، ما أعرف اللي كان يضربنا منه غير الأحزاب وغير الحكومة. فالقيادات اللي كانت موجودة بهاي التواريخ اللي استشهدت بها ولدنا، إحنا نريد محاسبتهم ومحاسبة القتلة. أما قضية
اقرار قانون الانتخابات، فهذا الامر صار امر واقع بصراحه، لان هو هذا الامر اللي الشعب منتظره، لان كان احد رؤساء الكتل اذا فاز مثلا بعشر مقاعد يجيب نسيبه ويجيب ابن اخوه ويجيب اخوه ويجيب، اما حاليا لا، الامر اختلف، لو يحصل 20 مقعد يجلس بمقعد واحد، واللي محصل مقعد يجلس بمقعد، فهذا الامر جدا مهم. اليوم احنا رجعت ثورتنا مثل 25 اكتوبر، فالشباب حضروا واليوم 1/7 والاهالي يعني العالم اللي دعمونا بالتظاهرات، يعني احنا نشكر مجيهم الى الساحة، وان شاء الله عندنا التصعيد المقبل ان شاء الله تصعيد للاحسن، فاحنا يوميا يعني نصعد، فمن ناحية كفيروس كورونا يعني احنا هنا متعفرين ومتزمين بشغلات التعقيم والتعفير، وانا واحدة من العالم اللي ممرضة ومسعفة في ساحة التحرير، يعني تبرعت بانه ساند اخوتي ارشدهم كيفية التعقيم للتخلص من مرض الكورونا، فاحنا باقين الحل بساحة التحرير يعني لاما النصر او الشهادة، واريد اوصل رسالة يعني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعني اقول له كافي، يعني صير ويا الشعب لا صير ويا الاحزاب، يعني اقول له باوع شعبنا العراقي، يعني باوعنا احنا، صار لنا 9 شهور يعني بكل ما قلت محاسبة قتلة المتظاهرين ولحد الان ما شفنا منك اي وعود، والشغلة الثانية انت بس تطلع بالاعلام بس تطلع يعني تروج وبدون تنفيذ يعني اي عمل للمتظاهرين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. احنا انطينا كثير من الشهداء وانطينا الجرحى والمفقودين والخطف، كان الخطف على المتظاهرين، نطالب بهذه الحقوق. الحكومه الجديده التي تمشي في رضا المتظاهرين ورضاء الناس، دا احس بهم يعني الناس مقبوله عليهم، مقبوله اقبال شديد حوالي 90%. الوضع في الساحه، الخطوه اللي مشت عليها ذاك اليوم على سياده العراق، يدخلون هذول المعتدين الى القصر ويتم الاعفاء عنهم، ماكو استقلاليه في القضاء، فنريد تبديل هؤلاء ونريد تبديل الوزراء.
هذه رسالة إلى الحكومة. 1/7 احنا قلناها 1/7 نجدد المظاهرات ونرجع، واحنا رجعنا وموجودين هاي الشباب. احنا لازم ناخذ حقنا، احنا من 1/10 موجودين بساحة التحرير، وعاد 25/10 وقتلنا وانضربنا وعدنا شهداء وعدنا جرحى وعدنا مفقودين وموجودين بساحة التحرير، لكن احنا ما نبطل من هذه المظاهرات الى ان ناخذ حقنا. شباب جتي، طلاب جتي، بنات، اخوات، حتى اكو نساء يجن هنا يسوون لنا اكل ويسوون يعني طبابه موجودين بساحه التحرير. احنا كلنا موجودين من اجل حقنا، وهاي رساله الى الحكومه والحكومه الجديده. اذا انت رجل عندك يد من حديد، احنا موجودين وياك ودائما وياك بان انت تطلع حقنا. وهاي اكو ناس تريد احزاب تريد من عندك تسقط، لكن احنا موجودين. احنا مطالبنا بان يرجع حقنا، وانتخابات جديده وحكومه جديده ابويه تنصف العراقيين جميعا على انهم مواطنين من الدرجه الاولى بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والعرقي. احنا نريد حكومه ابويه تنصفنا، ونريد انتخابات جديده، مو هذه المفوضيه القديمه من صار لها 4 حكومات ودائما جعلت العراق بادنى المستويات. هاي المفوضيه غير مستقله، احنا نريد مفوضيه جديده، لان القضاء اذا كان عادل تصير الدوله عادله، وان كانت القضاء غير عادل فالدوله غير عادله. هذه الشباب كلها تظل الاحزاب، لان هاي الحكومه حكومه احزاب القديمه، واحنا نريد نجددها بوجود هاي الشباب، بوجود هاي الشبان بين الطلاب والموظفين وهاي الشباب الكريمه. واحنا هذول كلنا ضد الاحزاب، وان شاء الله حكومتنا جديده ما بها احزاب ولا طائفيه ولا كتل ولا كراسي ولا كل شيء بالنسبه للحكومات السابقه. اليوم احنا شباب ساحة التحرير نظمنا نفسنا شباب ساحة التحرير انه ما نخرج من ساحة التحرير، ونساند كل المتظاهرين اللي اتوا من باقي المحافظات بالدعم اللوجستي فقط. احنا ساحة التحرير حدودنا، هذا الهاشتاج احنا طلقناه من ليلة امس. احنا نحب نحافظ على ساحتنا ونرفع مطالبنا بيها. احنا ضد التصعيد اللي يكون بشكل وحشي، انما احنا ملتزمين باجراءات الوقاية واجراءات خلية الازمة وملتزمين بكل القوانين. اليوم مسيراتنا انطلقت من ساحة التحرير تحت نقاط خلية الازمة، التزمنا بكل اجراءات الوقائية، المسافات والكمامات والكفوف،
ورفعنا كل مطالبنا الحقه اللي صارنا 9 أشهر نداعي بيها. هاي فعالياتنا ومبادراتنا كشباب واعين ومثقفين من داخل ساحه التحرير، باقين ومستمرين لتحقيق كل المطالب، واولا واخرا محاسبه قتله المتظاهرين، هذا من اهم المطالب لدينا كشباب في ساحه التحرير. Come on.
كثوار ساحة التحرير دعينا إلى مسيرة منظمة تحت إرشادات خلية الأزمة وكل الإجراءات الوقائية ماخذيها، وما دعينا لأي تصعيد خارج ساحة التحرير. إحنا راح نكون داعمين فقط للثوار اللي جايين من باقي المحافظات من داخل ساحتنا، ولهذا السبب طلقنا هاشتاج ساحة التحرير حدودنا، رفع مطالبنا اللي طالبنا بها من يوم 25/10 نفسها وما غيرنا المطالب. وإحنا حاليا داعمين لأي تظاهرة تدعم هاي المطالب، هاي المطالب فقط خارج التحرير، لكن إحنا ما راح نترك ساحة التحرير وباقيين نظاهر من ساحة التحرير ومسيراتنا مستمرة.
Thank you.